حابب احكيكم اليوم عن امراض الضغط. الضغط هو سايلنت كيلر. الضغط بنعرفه فوق ال 140 على 90. بكثير اشياء بتعلي الضغط، الملح، قله الرياضه، زياده الوزن، عوامل وراثيه وبعض الادويه. نصيحتي لكم اذا عم تحسوا بعوارض، عبقه، ضيقه، وجع راس، فحصوا الضغط. اذا بالعيله عندكم امراض ضغط، تاكدوا باستمرار تفحصوا ضغطكم وتستشيروا طبيب القلب. سلامة قلبكم.